غايتنا اليوم هي الوصول إلى مكان مدهش وفريد ونابض بالحياة، هي جزيرة فين الواقعة في مضيق أوروسيند الفاصل بين السويد والدنمارك. هذه البواخر هي الوسيلة الوحيدة التي سوف تنقلنا إلى هذه الجزيرة الصغيرة. تبلغ مساحة جزيرة فين 7.5 كيلومتر مربع فقط، وترتفع 39 متراً فوق مستوى سطح البحر لتكون واحة عامرة بالحياة والعمل، حيث يعيش عليها طوال السنة مجتمع صغير نسبياً، ويقدر عدد أفراده ب 350 نسمة، كما تكتظ الجزيرة بالسياح خاصة في فصل الصيف والقادمين للاستمتاع بأجوائها وقضاء يوم ممتع فيها. وأول ما يقوم به الزوار عند النزول على أرض الجزيرة هو استئجار دراجة هوائية، وهي أفضل وسيلة للتجوال فيها. Vi är här för att vi ville ta vara på det sista av sommaren och vi tänkte att Ven är ett bra ställe att göra det på. Det är jättefint väder idag så att det passar perfekt att göra en liten cykeltur här på ön. Vi får väl se hur länge vi orkar, men vi cyklar så länge vi har kraft i benen, så får vi se om det blir en fika, paus eller någonting sen. Vi ska cykla runt på Ven och kolla på naturen och stanna till och kanske ta en paus och fika lite, ta lite kaffe och kanske bada, jag vet inte, vi får se. Jag har varit här och min sambo har varit här också tidigare, så att vi kände till det och visste att det var fint och att det fanns lite grejer att göra, att man kunde hyra cykel och sådär. التجول في هذه الجزيرة هي متعة لا تضاهيها متعة، حيث تتداخل الخضرة وحقول الحنطة في أرض تجاور الماء وتغطيها سماء السويد، ويقصد السياح شواطئها للسباحة والاستجمام أو التخييم، إذ تعد الجزيرة محمية طبيعية ولا يسمح بقطف الزهور منها، وهذا أحد ما يميز فين عن مثيلاتها من الجزر. كما يوجد فيها العديد من المرافق السياحية المهمة التي لا يفوت الزائرون القاء النظر عليها، مثل هذا المرصد الفلكي الذي بناه العالم الدنماركي تيكو براها الرائد في الاستكشافات الفلكية في القرن 16، والذي تحول إلى متحف يضم نبذة عن حياة واستكشاف هذا العالم الذي قضى معظم حياته على هذه الجزيرة. Det är viktigt att besöka Tycho Brahe-museet för att vår moderna världsbild vilar på det arbetet som Tycho gjorde här på Ven. Och är man intresserad av vetenskapshistoria eller är nyfiken på hur vi forskar och hur vi bedriver vetenskap idag, så tror man ska börja någonstans och söka sig tillbaks. Och det arbetet som Tycho gjorde här på Ven, det ligger till grund för hur vi tänker på stjärnor och planeter, världsbilden idag. نظرا لموقع الجزيرة الواقع على بعد 4.5 كيلومتر من مقاطعة سكونة جنوب السويد، وعن أقرب نقطة للدنمارك بمسافة 8.5 كيلومترات، مما أثار خلافا بين البلدين حول الأحقية بضم الجزيرة، فكانت الجزيرة تحت سيطرة الدنمارك حتى مطلع العام 1658، حين استولت عليها القوات العسكرية السويدية، إلى أن تم الاعتراف بها رسميا كجزء تابع للمملكة السويدية عام 1660 ضمن الاتفاق السلمي بين البلدين، لتحتلها الدنمارك مجددا عام 1676 وتعود السويد لانتزاعها عام 1679 وحتى يومنا هذا. ومن المعالم التاريخية التي كانت شاهدة على الصراع الدنماركي السويدي كنيسة سانت إبس الواقعة على سفح الهضبة المطلة على ميناء شيركباكن، والتي بنيت في القرن 13، ولا تزال محافظة على جمالها المعماري رغم تعرضها للتدمير أثناء الحروب الماضية. Altså historien i dag påvirker os slet ikke. Jeg synes, at Sverige og Danmark er broderfolk, og vi har meget mere til fælles, end vi har stridigheder. Så at vi har det her område, som engang har været dansk,
det betyder ikke så meget for mig, fordi jeg føler stadigvæk, det er mit. Fordi at, altså, jeg har jo frihed til at være her lige så meget som svenskere. Og historien synes jeg er fascinerende, fordi at den her ø tilhørte en dansk adelsmand, der hed Tycho Brahe, som byggede et observatorium her. Det som Kepler og andre videnskabsmænd sidenhen byggede videre på. Så det synes jeg er vældig interessant. Ja, men jeg synes, det er jo et fantastisk ø, en fantastisk ø at komme og besøge, fordi her er så skønt. بالإضافة إلى السياحة، يعتمد اقتصاد الجزيرة على صيد الأسماك والزراعة، حيث تشتهر أراضيها بخصوبتها العالية التي تؤهلها لزراعة نوع فريد من القمح، وهي المكان الوحيد بعد إيطاليا الذي تزرع به هذا النوع، والذي يستخدم في صناعة أنواع فاخرة من الباستا، كما توجد فيها مزرعة أسهم في صناعة الألبان والأجبان المستخلصة من الماعز، وتعرف مطاعم الجزيرة بتقديم أطباق مصنوعة فقط من منتجات هذه الجزيرة، مثل مطعم جاملا جورد أو المزرعة القديمة، والذي يقدم الأكلات بطريقة مميزة. Vi har en lavasten som vi förbereder i ugnen här borta som är 450 grader varm. Och på den så lägger vi rått kött, nötkött, ryggbiff är det. Och sen vänder vi det fort och sen så steker man det själv ute på bordet när man äter. Så får man det perfekt som man vill ha det. Så enkelt är det. Det är det vi använder här. Vi har provat tidigare med fisk och annat också. Men det är ryggbiff som är mest populärt. مزدحمة بالخضرة وحقول القمح وزهور البحر، استطاعت من جذب الكثير من السياح لهذه الجزيرة، ولحسن الحظ كان الجو مشمسا حتى نهاية رحلتنا، وليودعنا المطر بعد ذلك. عمار سعد لبرنامج مراسلون الشرقية من جزيرة فين.